السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم جورنال فير بخبر عنوانه الإصابة تبعد الورفلي عن أجواء التباري لثلاثة أسابيع، ودارت الفحوصات الطبية لخد عليها سند الورفلي مدافع فريق الرجاء الرياضي حاجته لابتعاد الأجواء المنافسة الفترة كتوصل ثلاثة أسابيع، وذلك بعد الإصابة اللي تعرض لها اللاعب في الحصة التدريبية اليوم أول أمس الاثنين على أرضية مركب الوازيس حسب ما ذكرته العديد من المنابر الإعلامية. وتصاب الدولي الليبي بالتواء في الكاحل خلال الحصة التدريبية ديال أول أمس الاثنين، ويغيب اللاعب على الاستحقاقات المقبلة لفريقه المدى البعيد من بين مواجهات الجيش الملكي والمغرب الفاسي. وكان الورفلي تخلف على موعد الخضوع للفحوصات الطبيه، الامر اللي اغضب جماهير الرجاء واتهمته بادعاء الاصابه للحصول على مستحقاته قبل ما يزور مصحه طبيب الرجاء عشيه الامس. وغيضطر المدرب التونسي لسعد الشابي للبحث على بدائل اخرى يعوض بغياب الورفلي في وسط الدفاع امام الفريق العسكري، خاصه ان مقابله اليوم كتكتسي اهميه بالغه بالنسبه لمكونات النصر الخضر بالنظر لقيمه الكاس الفضيه. اختبار قوي وصعب ينتظر الشابي مع الرجاء، وكينتظر لسعد جرد الشابي مدرب فريق الرجاء اختبار قوي وصعب مع الفريق الاخضر هو الاول من نوعه بعد توقيعه في كشوفات النادي، ومن المقرر باش يواجه فريق الرجاء الرياضي مساء اليوم الاربعاء مضيف نادي الجيش الملكي برسم ربع نهائي كاس العرش، بحيث غيكون المدرب التونسي على موعد مع اختبار قوي امام خصم صعب، ويزيد من صعوبه مباراه النصور عوده الجيش الملكي للتالق وتقديم مباريات في المستوى اخيرا امام اولمبيك اسفي اللي تغلب عليه بميدانه بثلاثيه نظيفه نهايه الاسبوع الماضي. كما ان الفريق الرباطي اصبح كيحقق نتائج جيده بعد ما اشرف عليه المدرب البلجيكي سفان فاندر بروك. اليعقوبي حكم مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي في كأس العرش وتم ثمانية حكما للفار، وعينت المدير الوطني للتحكيم عبد الرحيم اليعقوبي لقيادة المباراة اللي غتجمع بين الرجاء الرياضي وضيفه الجيش الملكي لحساب ربع نهائي كأس العرش. ويقود اليعقوبي مواجهة الليلة بمساعدة كل من والي يحيى والبوشتيوي علاء الدين، في حين غيتولى هشام تم ثماني مهمة حكم تقنية الفيديو الفار. خبر في نفس السياق بعنوان تحديد القناة الناقلة لمباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي. وكشفت قناة الرياضية على جدول البث الخاص بمباراة ربع نهائي كأس العرش، وغتقوم قناة الرياضية بنقل لقاء القمة بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي اللي غيتجرى على مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. يشال أن مباريات الرجاء مؤخرا كانوا كيتنقلوا على قناة المغربية، بحيث نقلت هذه الأخيرة جوج مباريات متتالية للنصر الخضر كانوا ضد أولمبيك أسفي وضد الزمامرة، في حين أن آخر لقاء الرجاء تنقل عبر قناة الرياضية كان ضد فريق غانا الزامبي برسم الجوله الاخيره من دور مجموعات كاس الكاف. يشار ان مهمه التعليق على لقاء اليوم غيتولى المعلق المتالق عادل المسعودي. الجيش الملكي يستعيد لاعبا مؤثرا قبل قمه الرجاء، وفعلا خصم الرجاء اليوم غيستعد فريق الجيش الملكي خدمات واحد من ابرز لاعبيه خلال المواجهه القويه اللي غتجمع بضيفه فريق الرجاء الرياضي اليوم الاربعاء. وبات متاح البلجيكي سفان فاندر بروك مدرب فريق الجيش الملكي الاعتماد على خدمات مدافع البرتغالي ديني بورغاس بعد ما استنفد عقوبه الايقاف لمباراه واحده، بحيث كان غاب على المباراه اللي جمعت الفريق العسكري مضيف اولمبيك اسفي. في المقابل غيتواصل غياب كل من الحارس محمد بايو ولاعب وسط الدفاع ايمن الشباني لاستمرارهم في فتره النقاهه بعد اجراءهم العمليه الجراحيه خلال الاسابيع القليله الماضيه. مصطفى خليف عصام الراقي صفقه ناجحه للرجاء في السنوات الاخيره. وفي تفاصيل الخبر قال مصطفى خليف لاعب الرجاء الرياضي السابق ان الفريق الاخضر ادى ثمن التعاقدات الفاشله اللي غرقت النادي ديون كثيره، وعطى جوج امثله في الخصوص ديال جحوح وعمر زكي اللي تصاوب ملعب حتى لقاء رسمي. واكد خليف ان صفقه عصام الراقي هي الانجح في السنوات الاخيره لفريق الرجاء، وقال بالحرف لاعب خط وسط الميدان عصام الراقي هو اللي حرر رزقه في الرجاء في السنوات الاخيره، اما باقي اللاعبين اما ذو المستوى او انهم كيتعرضوا لاصابات كثيره كتغيبوا مع الفريق في مباريات حاسمه. محسن متولي يدخل مجال المال والاعمال بتاسيس هذه الشركه. ودخل محسن متولي لاعب فريق الرجاء الرياضي عالم التسيير من خلال تاسيس الشركه كتعلق بالنقل واللوجيستيك، واختار عميد الرجاء الرياضي اللون الاخضر والاصفر الشركه المشار لها في الصوره باش تنضاف السلسله من المشاريع اللي انطلق في الاستثمار فيها منذ عودته من الاحتراف بقطر. وكيجي دخول متولي لعالم المال والاعمال تمهيدا لوضع حد لمسيرته الكرويه خلال السنوات القليله المقبله بعد ما صار حافل بالانجازات مع الرجاء الرياضي، ابرزها نهائي كاس العالم للانديه نسخه 2013 اللي تنظمت بمراكش واكادير واللي خسر ضد بايرن ميونخ الالماني بهدفين دون رد. يذكر ان محسن متولي كيمر بمرحله فراغ على مستوى اداؤه التقني مع الرجاء، ما خلى جمهور الفريق الاخضر كيطالبوا بتحسين مردوده التقني والبدني.
جماهير الرجاء الرياضي تختاروا بين مالون غوغيتا نسر لشهر ابريل. وفي تفاصيل الخبر اعلنت صفحه فريق الرجاء الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على نتيجه التصويت بخصوص نسر شهر ابريل الماضي بالفريق الاخضر. وانتشرت الصفحه الرجاويه المذكوره صوره المهاجم الكونغولي بين مالون غوغيتا وكتبت عليها بالحرف مالونغو هو نسركم لشهر ابريل. وحصل المهاجم الكونغولي على اكبر عدد من الاصوات في مسابقه نسر الشهر بحيث قدم مستوى جيد في الشهر الماضي وسجل اهداف رائعه من بين هدفين ضد بيراميدز المصري ذهابا وايابا. الاتحاد الافريقي الكاف يزف خبرا سارا للرجاء والوداد في المسابقتين الافريقيتين. وزفت لجنه المسابقات التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف خبر سار الانديه اللي تاهلت ربع نهائي مسابقات دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه. وصدرت اللجنه المذكوره قرار غيتيح المدرب التونسي لسعد جرد الشابي رفع عدد اللاعبين الاحتياطيين خلال كل مباراه لتسعود اللاعبين بدل من سبعه كاجراء اسهام دعم الانديه خلال الفتره الصعبه اللي كتجتازها بسبب انتشار فيروس كورونا. وبهذا القرار غيتمكن المدرب الرجاء لسعد الشابي من استدعاء لاعبين اضافيين في كل لقاء بشرط انه يكون تم قيدهم سابقا في اللائحه الافريقيه. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير. في امان الله ونتلقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.